عنده 5 هكتارات حب يدير مشروع ينتج منتوج فلاحي، هذا المنتوج الفلاحي يوجهه للسوق. نوجه كلمة شكر للمديرية الولائية لولاية الجلفة لفرع مؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، كما هو في مباشر لانونس تاعي واش راح تكون قال هذا التخصص الفلاني في الاشجار المثمره. بغض النظر عن المنتج راه هيئ الارض تاعو، راه كيما قلتي دار الفوراج بزاف على المنافسين، بمعنى يدخل المنتج تاعو هو خرج له في اطار تجسيد البرنامج الوطني للدعم الشبابي في طبعته الاولى تحت شعار نظرة استشرافية واعدة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، اليوم نحط الرحال في ولاية الجلفة لتطبيق المعسكر التدريبي لرواد الأعمال. هذا المعسكر الذي يكون هو عبارة عن ورشات تكوينية لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة ولأيضا المستثمرين ولكل المهنيين. طبعا هذا البرنامج هو تحت الرعاية السامية لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الرقمنة والإحصائيات ووزارة البيئة والطاقات المتجددة. هذا المعسكر التدريبي سيدوم 3 أيام، يوم 5 نوفمبر و 6 نوفمبر و 7 نوفمبر من هذا الشهر، والذي سيكون فيه ورشات تكوينية مكثفة لفائدة كل المتربصين الذين سيكونون حاضرين في هذه في هذا المعسكر. نتمنى التوفيق له. حاليا جبنا شركة الدورة الجهة القانونية وتسيير مؤسسة، واليوم أنا شاركت هنا وديت فكرة إن شاء الله نقدم معنا نجسد المشروع تاعي هذا باستعانة بالأفكار هذه اللي عطاونا هنا، وإن شاء الله ننطلق المشروع تاعي ونكملوا على أحسن وجه. إذن المؤسسة الجزائرية دائما تسعى لتجسيد يعني رؤية الحكومة وأيضا مساعي رئيس الجمهورية في دعم المؤسسات الناشئة والمتوسطة والمصغرة، في أيضا في إطار دعم حاملي أفكار المشاريع وأيضا خلق المؤسسات الناشئة للمساهمة في الاقتصاد الوطني. يعني يمس 16 ولاية من بينهم ولاية الجلفة في المعسكر التدريبي لرواد الأعمال المبرمج ما بين 5 إلى 7 نوفمبر 2023. دائما هذا البرنامج الوطني أو هذا المعسكر التدريبي تحت الرعاية السامية لوزارة الشباب والرياضة وأيضا وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الرقمنة والإحصائيات. اليوم شاركنا كمؤطرين بعد ما تم اقتراح مديرة المصالح الفلاحية لولاية الجلفة مشاركتنا في تأطير هذا المعسكر. تكلمنا على الاستثمار الفلاحي، المستثمر الفلاحي، الفلاح والأطر القانونية اللي تأطر الاستثمار الفلاحي.